ما لا شك فيه أولاً أن النادي الأهلي كتنظيم كإداري كإداريات كملحمة رياضية ده حاجة لا شك فيها. قيادات النادي الأهلي ملتزمة، قواعد وأمور التنظيمية في النادي الأهلي ثابتة عبر السنين، فالقدرة التنظيمية أنا متأكد منها لأن احنا عملناها أكثر من مرة. اللي هيقوم بالتنظيم قيادات رياضية كبيرة جداً بإشراف أعضاء مجلس الإدارة، لأن طبعا هم الشرف دايما لهم. الفرق مشرفة بتستطيع أنها تنافس على المراكز الأولى، يبقى بالتالي لما نبقى دايما في المربع الأخير أو النهائي بتبقى استمرارية الجماهيرية والإعلام بيبقى قوي. لكن إن شاء الله الفريق بيمثل أكثر من 80% من المنتخب المصري، يبقى ده برضو علامة من علامات أن النادي الأهلي أو مصر هي اللي بتنظم. فبالتالي نجاح السنة اللي فاتت كان مهم، إثبات أن الرياضة عمرها ما تأخر الشباب على الدراسة ولا على حاجة، بالعكس كلهم هتلاقيهم في مراكز كويسة جدا وكليات هايلة، وحتى لما بيتخرجوا بيبقوا لهم مراكز. فالرياضة عنوان وتنمية للشباب بتاعنا، النادي الأهلي هو يعني سباق في هذه البروسيس، وبالتالي أنا بهني قيادات النادي الأهلي والإدارة الرياضية والإدارة العامة واللاعبين والمدربين على إن هم كسبوا لنا البطولة اللي جاية، وإن شاء الله السنة دي يعملوا ماتشات كويسة ويبقوا على مثل عالي، وبالتالي الجمهور بطالب هذا الجمهور إن هو يلتزم ويدي رسالة غير عادية للعالم الخارجي الأفارقة والعالم، لأنها برضو تحضير لبطولات العالم اللي احنا هنلعبها بره وفي مصر. وما ننساش ان رد فعل الجمهور وثقافته وتعامله مع الأحداث هيدينا رسالة ان النادي الأهلي هو بالقود هذه العملية لمصلحة مصر، وبالتالي عايزين نقول ان البطولة الأمم الإفريقية للكرة هو أكبر دعاية لمصر، واحنا كلنا بنكمل بعض، مفيش رياضه بتعمل التاني. بس انا سعيد ان الرياضه بتاعتي اللي هي الكره الطائره الاساسيه تكون من الاعمده الاساسيه لدعايه لمصر، وبالتالي اذا عملنا دراسه كامله لاحداث بطولات العالم او بطوله العالم للانديه، دي طبعا مش سهله، عايزه سبونسر عالي جدا وكبير جدا عشان يعني ينافس الناس اللي بيقوموا على تنظيم هذه البطولات. بالمناسبة مفيش حد في العالم بيمثل بيعمل كنادي أو كدولة، كلهم سبونسر، كلهم على رأسهم التلفزيونات اسمار عالم. فلو احنا نجحنا في البطولات دي والناس شاف الأمان والحاجة موجودة والقوة الدعائية علينا، أعتقد هيجيلنا ممولين خارجيين رسميين عالميين يقدر يقوم ببطولة العالم ده. وبالتالي لو خططنا من دلوقتي يبقى هو ده الأمل، لأن لو حدث إن احنا نظمنا بطولة العالم للأندية هتبقى هيلة. طبعا بطولة العالم للبنات تحت 18 سنة والأمم دي حاجة هيلة للكرة، لكن ما تنسوش إن في حدث بطولة العالم للهندبول، كله على فكرة بيكمل بعض. فلو عملنا بطولة أندية تبقى الحدث الأعلى، بس ده عاوز سبونسر عالي، لأنه مش دولة بس، ده هو أساسا هو الاستثمار الرياضي الحقيقي. احنا عايزين ننظم البطولات مش عشان يبقى حمل، نمرة واحد نؤدي الرسالة بتاعت النادي الأهلي أو الرسالة الرياضية اللي مطلوبة لشعب مصر وشباب مصر والشباب الإفريقي، لأن احنا دلوقتي مصر كل الأنظار على مصر، لأن مصر هي التي ترأس الاتحاد الإفريقي ناو العام وبرئاسة السيد الرئيس السيسي. فأعتقد دي رسالة وواجب، لكن ما نجبرش النادي الأهلي أن يؤدي واجب ونحمله فلوس. لكن لو البشاير قال أنه هو ناوي، أعتقد أن المستثمرين الحقيقيين والسبونسرز الطبيعيين ممكن ييجوا ويتكاتفوا، لأن هي موضوع دعاية وإعلام وتلفزيونات. يعني بطولات العالم في كل العالم قائمة على دخل البطولات، مش عايز أقول لك الدورات الأولمبية قائمة على الإعلام وعائد التلفزيون التلفزيونات. فهو ده إزاي يعني نلفت نظر ان في بطولة قد تكون في مصر ومؤثرة جدا، وممكن في القريب العاجل هنعمل بطولة البيتش، لان الكرة الشاطئية من اكبر البطولات اللي في العالم حتى في الاولمبياد،
بتجذب الجمهور والتلفزيونات. فعندنا الإمكانيات الخارقة، بس عايزين المستثمرين المصريين أولا في الجونة وفي الـ في الـ في شرم، مش بس شرم. يعني عايز أقول لك أحسن بطولات للشاطئية اتعملت تحت برج إيفل، فإحنا نعمله فين؟ تحت الهرم. تخيل بقى مين اللي عنده هذه الفكرة إن يعمل كرة شاطئية تحت سفح الهرم، واتعملت قبل كده زي المسكواش اتعملت، بس طبعا مبهرة. فإحنا بنأمل وبندور وبنسعى، وبالتالي إن شاء الله عندنا أمل في إن كل الناس يبصوا لمصر والرياضة المصرية، ونقول للعالم إحنا بنرعى شبابنا، لأن إحنا بلدنا مستقرة وقيادتها يعني بتضحي بالكثير في سبيل المصري ترتفع. وكون النادي الأهلي هيبقى في هذه المنظومة أنا سعيد، لأنه النادي بتاعي. المنافسة قوية جدا في بطولة في البنات في تونس وفي كاميرون وفي كينيا، ده يعني فرق قوية، وهم برضو في الأمم عاليين. في الرجال عندنا كاميرون وتونس ونيجيريا دلوقتي طالعة، احتمال الجزائر تكون فائت شوية. الجديد بقى كونغو برازافيل جايين وطلعوا قبل كده، يعني رواندا في فرق لاندا عاملين شغل جامد. احنا طورنا في افريقيا. لا صعبين، هو احنا مش جايب بنفتخ بطولات عشان نكسبها بالاسم، لا، هيبقى فيها عرق، فيها لعب، فيها تكتيك. وارجو ان المدربين يكونوا على المستوى، ان هم لا يقصوا على اللعيبة، واللعيبة هيبقوا على مستوى المسؤولية. اعتقد الإدارة الرياضية وقيادات النادي الأهلي محوطين فرق النادي الأهلي. لا أنا عارف يعني مش دي القصة، وأتمنى بقى أن المجلس بكامله يكون مساند هذه المعلومة، وبالتالي إن شاء الله أنا متفائل جدا. وأهم حاجة أن الإعلام يكون مناصر لنا، أنه يبرز جميع الإيجابيات قبل السلبيات. السلبيات نحلها بيننا وبين بعض، لأن أعتقدش في سلبيات إن شاء الله.